اهلا المتابعين الكرام، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى شي خير. كما عودناكم فيديو جديد واخبار جديده وتطورات جديده، فضلا وليس امرا انكم تابوناو معنا وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد عندنا باذن الله. وما تنساوش لايك وبارطاج، بارطاج باش هكذا حق الكولونيل حق ابتسام بنته اللي ضاعت في الاب ديالها واللي كتمنى انها تشوف غير الحق للاب ديالها، واخا ما بقاتش غتشوف اب ديالها تشوف الحق ديالو هكذا، باش الصوت ديالنا كصوت مغاربه وراي عام يوصل هكذا، باش نشوفوا شي مجرمين مشدودين ونشوفوا القانون كيدير كما كنقولوا خدمته. اليوم كلشي كيتسائل كيفاش الملف طول، كيفاش الملف ما بقاش فيه شي حوايج وما بانوش فيه شي حقائق وما تمش فيه الاعتقالات اللي كانت خاصهم يتعتقلوا. يقدر هذا الملف هذا غيتحفظ كما قالوا بعض الناس، ولكن كما كيعرفوا بعض الناس وبعض بزاف ديال الاشخاص اللي كيعرفوا ان هذا الملف هذا فيه اكثر من 600 ورقه، يعني قاضي التحقيق عنده صعوبات كثيرة وكبيرة باش أنه ياخذ الحق ديال هاد الكولونيل، وكذلك خاصو ما يغلط تفشي واحد، يعني باش أنه يخدم خدمة كما كنقولوا نقية، باش أنه ما يخدم حتى شي حاجة اللي غضر أي واحد كما كان، إنما يجيب الحق ديال هاد الناس فقط. اليوم قاضي التحقيق يطلب الكشف ديال الهواتف، يديروا الخبره التقنيه على الهواتف اللي هما اكثر من 30 هاتف اللي دارت ليهم الخبره التقنيه، باش يعرفوا داك النهار اللي توفى فيه الكولونيل في كانوا هاد الناس كاملين، يعني كل واحد بسميته في كان داك الليله، حتى من هاتف ديال الكولونيل داروا له هاد الخبره هادي وتكتشفت، وكذلك غادي تعرفوا شنو غادي يعرفوا في النهايه اللي هي صدمه الصراحه بزاف وبزاف. كما عرفتوا ان بزاف ديال الناس، يعني الجميع الناس اللي هما داخلين في هذا الملف درت لهم الخبره ديال الهواتف اللي هما اكثر من 30 كما قلت لكم، واللي كذلك انهم كيتكتشفوا ان كل اللي كان حاضر داك الليله وفين كانوا حاضرين وامتى وفين غادروا، يعني كل شيء من خلال الهواتف، يعني تعرفوا في كانوا داك النهار بالضبط، وشكون كذلك انه هضر مع الكولونيل، يعني هادشي كامل بطبيعه الحال التعرف، لان هادشي راه ولا تقني بزاف، ولا بعدا كما كنقولوا يعني اليوم كنشوفوا التطور في العلم فين وصل لدرجة أننا كيفاش سنوات أننا باش نعرفوا الناس في كانوا وفين مشاو وفين هادشي كامل. كذلك كما عرفتوا أن كذلك داروا الكشف على الهاتف ديال الكولونيل اللي كيتصدموا من بعد أنهم لقاو الهاتف ديال الكولونيل في كان وفوقاش طفى، وكذلك أنه تحيدت منه كارطة وركبوا كارطة أخرى، وكذلك أن في ذاك اللحظة اللي هي مع الخمسة الصباح تصلوا بالربيب ديالو، يعني من الهاتف ديالو، يعني في مكان آخر أنه تم الاتصال بالربيب ديال الكولونيل لأنه باش يتصلوا به، وكذلك أن الهاتف ديالو تحيدت منه كارطة كما قلت لكم وركبوا كارطة أخرى، وكذلك انهم باغيين يكتشفوا الجريمه، لان هذه الجريمه هذه بطبيعه الحال كما اكد قاضي التحقيق انها كانت مدبره، يعني ما كانش كما قالوا انها هذه تسير، لان هذا الشيء باش يدار وباش انهم ينقلوا الجثه لبلاصه اخرى وباش انه يديروا له جلابه وماشي اللباس اللي كانوا هما اللي كان هو فيه، يعني واحد الجلابه اخرى، الصباط اللي لقاوه ماشي ديالو، كذلك لقاوه في الطوموبيل، الطوموبيل واش هي اللي فعلا مكتريه او لا سياره اخرى اللي لقاوه فيه، يعني هذا الشيء كامل كيدرسوا قاضي التحقيق بطبيعه الحال، لان هذه الخدمه اللي كيدير هو راه كما قالت زين بخيار انها صعيبه وصعيبه بزاف، لان
باش انه يدير يعني يحقق في ادق التفاصيل راه خصها وقت. يعني ماشي بحال كما كنقولوا الشرطه كتاخذ واحد اليومين ولا راه قضيه التحقيق بطبيعه الحال كيكون عنده خدمه اللي هي خدمه متقونه وفي نفس الوقت خدمه طويله وخصها تقنيه اللي هي عاليه بزاف. واللي كذلك ان من خلال الكشف ديال الهواتف تما تعرفوا على بزاف ديال الناس اللي هما كانوا من الوسط اللي توفى فيه الكولونيل أوفتاك المضع بالضبط. يعني كاين اكثر من 3 الناس او 4 الناس، يعني كما قلت المحاميه زين مخير انها هنا عصابه اجراميه مكونه. يعني ملي كتكون القضيه فيها اكثر من 3 الناس كتولي عصابه، ما بالك ان هاد القتل ديال هاد السيد هذا كانت فيه اكثر من 5 الناس، يعني كانوا ناس اللي هما بزاف وبزاف وبزاف. يعني اليوم كنشوفوا ان الربيب غيدخل يعني في واحد معمعه ديال انه خاصو شكون اللي صنع عليه بالضبط وكيفاش هضروا معاه وشنو قالوا له في ذاك اللحظه، كيفاش انه هو من بين الناس كاملين اللي اتصلوا به من النمره ديال الكولونيل. هادشي كامل بطبيعه الحال اللي خاص قاضي التحقيق يتعتبر فيه يعني، وكل شيء يتاخذ بعين الاعتبار بطبيعه الحال. كما عرفتوا ان ابتسام مؤخرا كتناشد الناس كاملين انهم يتضامنوا معها ويتضامنوا مع الملف ديال الاب ديالها، لانها ما بقاش كتخرج اعلاميا لانها تهانت، لانها وصلوا بهم الناس للحتاله لانهم يقولوا عليها شي هضره اللي هي خايبه، وصلوا بهم انهم يتهموها في الشرف ديالها، يتهموها انها غتدخل للسجن لانها دايره يعني تشهير بالام ديالها. يعني بزاف 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 لحد انها وصلت انها كذلك المحاميه ديالها والناس اللي بطبيعه الحال السند ديالها قالوا لها ستوب ابتسام ما تخرجيش ما تبقايش تقولي اللي كان، يعني خلات في الواجهة المحامية. واللي كذلك تزاد محامي مؤخرا محامي آخر في القضية، واللي كنتمنوا أنه يكونوا شي تعاون اللي كبير وكبير بزاف باش هكذا نشوفوا الحق ديال الكولونيل تاخد بإذن الله. المهم أخوتي ما تنسوش أنكم تبارتاجيو 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 باش هكذا الفيديو يوصل أعلى حد ونشوف الحق للكولونيل بإذن الله.